بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله، صباح خير يا الله، صباح خير. أصبحنا وأصبح الملك لله، ما شاء الله على هالنسيم. سلام عليك يا حبيب الله، سلام عليك يا رسول الله. انت حلو والبحر مالح، انت حلو والبحر مالح. الله يزيدهم ويبارك لهم، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يزيدهم هالاخوان من خير الله، ما شاء الله ابوهم ما تورث لهم هالخير كله. الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يزيد ويبارك ان شاء الله. الله يا زين، ريحة هالورد الزئ مع الصباحية والنفحة، ما شاء الله. هاي عم جاسم، هلا يا احمد، شلونك؟ هلا هلا، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور سرور. هلا عم جاسم، كيف حالك؟ حياك الله كالعادة. وين بتقعد؟ في حديقتي بعد، وين بجلس؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل. غيرت الاماكن هذه؟ لا لا، بس عدلت لكم الكراسي وعدلت لكم الزرع البارح في الليل، قصت وعدلت لكم. اشوف المكان متعدل ما شاء الله. اي نعم. سعد، السلام عليكم. هلا هلا ماهر، شلونك؟ صباح الخير، حياك. شلونك؟ طيب، شلون المزرعه؟ الحمد لله. بشرني. اللهم لك الحمد. كيف الحصاد اليوم؟ حصاد مزرعتكم بعد؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم عليه. شلونك؟ بشرني بشرك بخير ونعم. بشرني يا شلون؟ الله يعافيك. طيب، الله يسلمك. شلون العيال؟ تمام، بشرك والله الحمد لله. يا ترى عيالك في الليل سووا لي مشاكل في المزرعه، طالعين على ابوهم. حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل ما شاء الله. ريحه هالهواء وريحه هالزرع وريحه احمد، شلونك حبيبي؟ هلا عم جاسم، هلا والله احمد. هلا حبيبي، في حاجه في قلبي تقرقع لازم اقولها. اذا اللي في بالي بالك هذا لا تجيب طاري. تكفى يا احمد، طالبك اعتبرني زي ابوك. انا صحيح اشتغل عندكم مزارع، بس طالبك طلبه يا احمد، والله ابغاها من الله. تكفى يا اخوي، الى محتاج فلوس ما اكبر من كذا. مقصرين عليك بشيء؟ لا يا يبا، كل شيء سويتوه. طيب شوف شو تبي احمد، لا تلف وتدور، اختصر. قاصرين عليك بشيء؟ كل شيء معطينك اياه، صح ولا لا احمد؟ معاملتي مو بحلوه معك؟ والله ما قصرت، ومعاي كل شيء. طيب ايش فيك؟ لكن احمد بقول لك حاجه واحده احمد، اللي قاعد يصير بينك وبين اخوك هالسنين كلها احمد، الفلوس فرقتكم والملايين فرقتكم. عم جاسم، عم جاسم، عم جاسم، ارجوك ارجوك، الارض والمزرعه اللي كانت لي عشان السوالف والمشاكل، ولا انا قال لي كذا، لا انا ما اعطاني كذا، انا اصلا حقي اكبر من كذا، اصلا انا لي كذا، ما ابيها، خليته ياخذها. احمد، ما على فكره مو من قوه، ها احمد، مو من قوه احمد، مو من قوه احمد، انا مالي سلطان عليك. بكيفي بكيفك تاخذ عشان عوار الراس والصداع، مالي في الموضوع كله. يا ربي تهديهم هالعيال، يا ربي تهديهم، يا ربي تهدي هالعيال، سنين متفرقين كله عشان هالفلوس، يا رب تهدي. ماهر شلونك حبيبي؟ هلا هلا ابو سعد. هلا ماهر، تكفى ايش فيك كذا زعلان؟ ان شاء الله. انا البارح ما رقدت في الليل. سلامتك، استريح استريح، سلامتك، شاط الامور طيبه. وحاجه في قلبي تقرقع. لا لا، تخلي شيء بقلبك، ايش دعوه ابو سعد؟ بيننا الشيء هذا. طالبك طلبه. ابد، ابشر. علشان معزتي. ابشر جاتك، ايش دعوه ابو سعد؟ كل صباح تجي انت واخوك وكل واحد يقعد في زاويه. لو سمحت ابو سعد، ابو سعد لو سمحت، كم مره قلت لك الموضوع هذا لا تكلمني فيه ولا تجيب لنا طاريه. هذا ما ابغى اشوفه ولا يدخل علي ولا ادخل عليه. الى متى؟ الى متى قاعد انت هنا مع اخوك؟ الملايين تاثر عليكم، انت كل يوم تقول لي تعبت، تعتبرني زي ابوك، ليش ما تسمع على الاقل مني هالنصيحه؟ يا ماهر يا ماهر، القلوب صارت سوداء كلها عشان الفلوس. الفلوس قلتها بحر، هذا اخوك وحشاشه يوفك. لا 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 يا شيخ، تقعد تقول حجاشه ما ادري ايش قاعد تقول هذه.
يا حبيبي داخل في ارضي ماخذ من ارضي شوف كم متر ماخذ من الارض ومصورها ومعطيها عيالهم ومخليهم متكين فيها وتدي تبغاني اسامحه؟ لا وسيدك من الشعر بيت اي بعد زيد ماخذ زياده وسيدك من عيالك ما يجون يسلمون على عمهم علشان شنو؟ عشان الفلوس؟ انت شابع وماكل وكل خير عندك زي ما هو شابع وماكل حتى هو حتى عياله ما يجوا يسلمون علي ماهر والحل الحل ما في حل الحل الفلوس اللي اخذها مني يرجعها والمزرعه الامتار هذه الزايده اللي هنا ما اخذها مني يرجعها يحمد ربه الموضوع ما كبر اكبر من كذا بس وسعد والنعمه اللي انتم فيها الحمد لله الله يزيدها والخير اللي انتم فيه الحمد لله ما شبعتوا الحمد لله ما اقول لنا لله ولا يا الله يا ربي تقدرني على هالولد يا ربي ها تعال شوف تبي تحل الموضوع الامتار اللي اخذها مني هذه ردها يا اخي اقطع لحمي عشان اخوي ما قطعه اقطع عيوني عشان اخوي ما قطعه ايش فيك انت عندك خير يكفيك ويكفي عيالك 60 سنة قدام اخوك لا تقطعه قطعنا اخواننا قطعنا اهلنا قطعنا ارحامنا علشان شنو هو يا ماهر عشان الفلوس ولا علشان ضيق صدري اخوي ولا علشان يا يبا ويننا وين القلوب الطيبة حرام عليك اخوك علشاني قول الكلام هذا له مبلي انا متأكد 100% ان الله بيهديكم ان شاء الله ربي يهدينا ويهديهم احمد انا مالي معزة عندك يا احمد الا يا عم جاسم السنين وانا اشتغل معاكم على ايام ابوك في المزرعة ابوك كان طيب كان يجمع الناس ويجمع الاخوان يوم مات ايش قاعدين تسوون انت واخوك تقطعه علشان شيء تافه من الدنيا ما قطعته بس عشان ما يدخل الموضوع زي كذا وياخذ خلاص خله ياخذ اللي ياخذه خلاص انا عطيت اللي قاعد يوسوس فيه لا انا زايد هذا ناقص خذ خلاص خلصني انا طالبك يا احمد تعال سم احمد كلمتين ورد غطاها احمد هذا اخوك لحمك ودمك احمد والله ان هالفلوس وهالخير ما ينفعكم قدام الله اذا انت هاجر اخوك وقاطع ارحامه وتوسع عيالك ان ما يجون يسلمون على عمهم علشان شيء تافه يا احمد فكر يا احمد عادل احمد يعني الحين اعمالنا ما تطلع عند الله سبحانه وتعالى احمد انت تدري يا احمد ان الاعمال ما ترفع إذا كانوا متخاصمين اثنين فما بالك إذا كانوا من أم وأبو وعلشان دنيا لا حول ولا قوة إلا بالله وعيالك بعد أحمد طالبك أبغى الأيام الحلوة وأيام أبوك تكفى تعال معليش علشاني إلعن الشيطان يا أحمد أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان هذا المكان اللي كان يقعد فيه أبوك وكان يجمعنا وأنا ماني بولده بس حياته معاي زي العسل اقعد يا أحمد اقعد ماهر طالبك طلبه يا ماهر علشان العشرة والعيش والملح اللي كلته معاكم طيح الحطب مع أخوك وارجع له ايش اللي خليك تتكلم كذا أنت أبو سعد لأني عشت مع أبوك وعرفت أبوك كأني قاعد مع أبوي وأنا مو بولده وانتو عياله من ظهره قاطعين بعض علشان فلوس وعشان أراضي وعشان هالخير العن الشيطان وتعوذ من الشيطان رمضان يمر وعيد يمر حتى ما تسلم عليه فكر في ربك قبل كل شيء بكرة بتنزل قبرك وبيسألك الله عن أرحامك وعن أخوك اللي قطعته تبين أحب راسك حبيته لا 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 الله يعزك إن شاء الله طالبك طالبه ها ما يحتاج بدون ما تطلب كلمته وقال إن شاء الله رضى هو يعني شلون ما يرضى ما قصرت أبو سعد صراحة خيرك سابق أبو سعد خيرك سابق الحمد لله ما عارفين شلون رد جميلك هذا يا أبو سعد أحمد فرح أبوكم في قبره المعذرة سامحني الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد هذا اللي نبيه من أول سامحني يا أخوي مسموح ترجع القلوب ويرجعون الأخوة
يعطيك العافية. يعطيك العافية ما قصرت. الحمد لله. يعطيك العافية أنا وعيالي وفلوسي. أبد حلالي كله لك يا أخوي. حلالي كله. الحمد لله. وعيالي وعيالي من اليوم من اليوم يدخلون بيت عمهم وأنت غداك عندنا بكرة إن شاء الله. إيش غداكم جربيع؟ يا الله الضحكة زين الحمد لله رجعوا الاخوان لبعض راح جهز الغداء الله يعطيك العافية عم جاسم يعطيك العافية يعطيك العافية مساعد الله يعطيك العافية عم جاسم الله يحييكم الله يحييكم قصرت والله بيض الله وجهك اكتب اجرك عيالنا واخواننا الله يطول عليك وعيشت اللي معاه تراجيديا هذه بالله كيف ايش الابداع هذا بالله كيف انا بكيت الا شوي في الكنترول